الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما يساوي علم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا أرحم الراحمين، اكفنا نحن وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وأبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وأولياء الله الصالحين وحفاظ كتاب ربنا وذريتهم وسائر أمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم في الدارين آمين. فصل في أحكام الجعالة. فصل في أحكام الجعالة، وهي بتثليث الجيم. بتثليث الجيم يعني ممكن تقول الجعالة والجعالة والجعالة، هذه معنى تثليث الجيم، يعني يجوز فيها الضم والفتح والكسر، ولكن الكسر أفصح، الكسر فيها أفصح من حيث الفصاحة. ومعناها لغة ما يجعل لشخص على شيء يفعله. يبقى الجعالة هو ما يجعل مكافأة لشخص على شيء يفعله. وشرعا، تعرفها الشرعي، على فكرة احنا في المصريين يقول لك الحلاوة، الجعالة يسموها ايه الحلاوة، يقول لك لو ضاع مني حاجة اللي يلاقيها حدي له الحلاوة، واخدوا لك هي الجعالة، فالجعالة زي الحلاوة. لكن احنا اتكلمنا على الإجارة، والإجارة على فكرة هي علاقة الموظف مع الحكومة، عقد إجارة استأجره في الوقت ده ليؤدي ايه مهم، واخد بالك ازاي، فلازم يراعي ان هو إجارة لوقت ولا إجارة لمنفعة. فالأطباء إجارة لمنفعة، يعني مش مهم الطبيب يبقى ايه يحضر مواعيد العمل الرسمية، لان إجارة الطبيب لمنفعة، لما يبقى المريض موجود ومحتاج العملية وخلصها يروح، ده الطبيب. ليه؟ لأن إجارة الطبيب في الحكومة لأداء منفعة وليس لشغل وقت، واضح؟ لكن الموظف الحكومي اللي هو بيخلص إجراءات معينة للناس فده إجارة وقت، لأنه المعروف أن الحكومة مفتوحة من الساعة كذا للساعة كذا، فيأتيها الناس عشان يجدوا الموظف في مكان يقضي لهم مصالحه. فعقد الإجارة اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت ينسحب عليه ايه مرتبات الموظفين وعلاقتك بوسائل المواصلات، التذكرة اللي انت بتدفعها كأنك انت استأجرت هذه المواصلة مقابل هذا عشان توصلك الحتة الفلانية. وده احنا سمعنا الاسبوع اللي فات ان مترو الانفاق خسران 30 مليون جنيه عشان الناس بتركب من غير تذاكر، وعلشان بيبوظوا المكان. كل ده سحت وحرام، كل ده سحت وحرام. لو عارف عقد الإجارة كان يبحث عن الموظف يديله الأجرة مش يهرب منه. ليه؟ لأن ده دين، عقد الإجارة ده دين وأمانة، وربنا بيقول أدوا الأمانة لأهلها. فللأسف ممكن يبقى عنده زبيبة من الصلاة، وعنده ورد قرآن يومي ما يفوتوش، ويمكن صايم يوم الاثنين والخميس، وبعدين يزوغ في المواصلات ويلاقي المكنة البايظة يدخل فيها، ولو كانت مش بايظة بيبوظوها، بيحطوا ايه نص الموس يبوظ المكنة. المكنة دي متكلفة تكاليف كبيرة، كل دي حرام قطعا، كل دي تصرفات حرام قطعا، يجب الناس تعرفها. لكن الناس للأسف يوم ما بيتفقه في الدين يتعلم ازاي الوضوء وازاي الاستنجاء وازاي يصلي، وبس فهم نفسه فقيه وساب كل هذه العقود، يبقى زوج ظالم وموظف مرتشي
ويركب المواصلات من غير فلوس، وفاهم ان هو كده طالما بيصلي صح ويتوضى صح يبقى كده هيقابل ربنا تمام. تقابل ربنا ازاي وانت واكل اموال الناس بالباطل؟ ناخد بالنا من مثل هذه الامور، كيف تسقط هذه الابواب على الواقع علشان تعرف تمشي على نور وعلى بيض. اما الجعالة فهي ما يجعل لشخص، وقد يكون هذا الشخص غير معلوم. خد بالك ان الإيجارة لازم الشخصين معلومين، المؤجر والمستأجر لازم يعرفين بعض، لكن الجعالة لا. الجعالة أنا ممكن أقول أنا عايز إيه، أي واحد يعملها. فهمتني إزاي؟ أي واحد، فقد يكون معين وقد يكون غير معين. فهمت إزاي؟ لأن أنا برضو أصل الجعالة تشبه الإيجارة في حاجات وتختلف عن الإيجارة في حاجات، عشان كده هو جابها بعد الإيجارة. فبيقول ايه؟ ما يجعل لشخص، ما قالش معين ولا مجهول، قال شخص وخلاص. دليل انه ممكن يبقى شخص معين وشخص مجهول. على شيء يفعله مقابل خدمة يؤديها. فهمت؟ ده معناها ايه اللغوي. لكن معناها الشرعي التزام مطلق التصرف. اللي هو ايه؟ اللي هو صاحب المنفعة. اللي يريد المنفعة ده اسمه مطلق التصرف. يلتزم يعني يلزم نفسه التزام مطلق التصرف. وكلمة مطلق التصرف خرج الصبي وخرج المحجور عليه السفه وخرج المجنون وخرج ايه غير صاحب المنفعة، واخد بالك؟ إلا أن يكون وكيلا عنه. يبقى التزام مطلق التصرف عوضا معلوما، عوض معلوم. يعني يقول مثلا ايه، اللي يلاقي الموبايل بتاعي اللي ضاع هديله 100 جنيه. كويس، هي ال 100 جنيه دي عوض معلوم اهو، وما يحددش مده. عقد الايجار بمده، والجعاله ملهاش مده. والله ممكن يلاقيه بعد 5 دقائق، ممكن يلاقيه بعد شهر، مش كده؟ برضه ملهاش مده في الجعاله، ما فيهاش مده، لكن الايجاره فيها مده. يبقى التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين او مجهول لمعين او غيره. عوضا معلوما على عمل معين او مجهول لمعين او غيره. يعني هنشوف كلام ايه الشيخ البيجوري بيشرح لك الحته دي مهمه. انا جايب معايا حاشية البيجوري علشان نقرا الحتة دي. بيقول شرعا التزام مطلق التصرف، بيقول قد جمع الشارح جميع أركانها الأربعة المذكورة. الأركان الأربعة إيه هي؟ عاقد وصيغة وجعل وعمل، مش كده برضو؟ عاقد اللي هو مطلق تصرف، وصيغة مش محتاج فيها على فكرة قبول، إيجاب بس. الصيغة هنا مش محتاج فيها قبول. الصيغة يقول من يجد لي كذا أو يفعل لي كذا بنته تاهت، فاللي يجد بنتي هديله كذا. فهمت إزاي؟ مش محتاج بقى يسمع قبول من آخر. ليه؟ لأنه أي واحد سمع هذا هيروح يبحث. وبعدين إيه؟ الجعل نفسه. الجعل اللي هو إيه؟ المكافأة. وبعدين العمل، بيحدد العمل المقابل المكافأة. يبقى دي أركان عقد الجعالة كده، عاقد وصيغة وجعل وعمل، مش كده برضو؟ فبيقول هنا شرعا التزام مطلق التصرف طبعا مطلق التصرف لا يكون الا ايه بصيغه. يبقى كانه ادخل الصيغه، لانه الالتزام دي معناها هيقول صيغه يلزم نفسه، فكان كلمه التزام دي حوت الصيغه. مطلق التصرف يبقى ايه؟ اللي هو العاقد اللي هو ملتزم العوض، يعني العاقد اللي هو ملتزم العوض، مش كده برضو؟ يعني تعود انك انت من التعريف ازاي تطلع الاركان، من التعريف الشرعي ازاي تطلع الاركان.
يبقى التزام مطلق التصرف الالتزام لا يكون إلا بصيغة، ومطلق التصرف أحد العقدين وهو الملتزم، وقول عوضا معلوما هو الجعل. كويس. على عمل قوله بقى معين او مجهول، يعني ايه؟ اي عصر علمه والا اشترط ضبطه كما مر على قوله معين او مجهول، اي عصر علمه، يعني اي اللي هنا ايه الظاهر هو شارحها قبل كده. يا رب يا كريم. بيقول هنا مثلا ايه قبل كده، بيقول اطلاق تصرف مطلق التصرف فلا يصح التزام مكره وصبي ومجنون ومحجور عليه بسفة وعامل وشرط فيه ولو غير معين، ولو غير معين علمه بالالتزام. فلو قال إن رد آبقي زيد فله كذا، لو قال إن رد آبقي زيد يبقى عين هنا واحد، إن رد آبقي زيد فله كذا، فرده غير عالم بذلك لم يستحق شيئا، أو من رد آبقي فله كذا، فرده من لم يعلم بذلك لم يستحق شيئا. يعني لو واحد فعل العمل ولم يعرف لم يعلم أن هناك ملتزم ولا عوض ففعله، لا يجب في حق الملتزم شيء، لا يجب، مش معنى لا يجب معناه ما يديلوش، يستحب يديله لكن لا يجب، خدت بالك؟ لكن يستحب، لأنه إذا انتفى الوجوب يبقى الاستحباب من باب حسن الخلق. المثال الأول للمعين اللي هو إيه؟ عمل معين، يعني من رد آبقي زيد، أدي معنى العمل المعين أهو، أو مجهول. أو مجهول يعني من رد آبقي، ما حددش اسمه. فهمت إزاي؟ زي واحد يقول اللي يلاقي الحاجة اللي ضايعة مني ليه كذا، والحاجة دي ما حددهاش، أهو ده إيه؟ عمل على مجهول. فممكن يكون اللي ضايع منه كتاب أو محفظة أو موبايل أو ابنه، أو يحدد حاجة معينة اللي يلاقي كذا، يبقى دي معناها ايه؟ عوضا معلوما على عمل معين زي من رد آبقي زيد، او مجهول من رد آبقي مطلقا. مراته ضاعت منه، اللي يدور على مراتي ويلاقيها من غير ما يقول اسمها، او ده على مجهول. لو قال اسمها وحددها بقى على معين. فهمت؟ المثال الأول لمعين اللي هو من رد آبقي زيد، والثاني لغير المعين لو رد آبقي بس، والآبق اللي هو العبد اللي هرب من سيده. وشرط فيه إذا كان معينا أهلية العمل فيصح ممن هو أهل له ولو عبدا. القائم باب العمل يشترط فيه أهلية إيه؟ العمل، يبقى قادر على العمل. يعني ما ينفعش يبقى أعمى، أعمى هيبحث عن حاجة؟ ما ينفعش، غير أهل العمل. فهمت إزاي؟ أو صبي صغير أو مجنون. بس لو أعمى وجد الشيء ما ياخدش حاجة، لأنه يبقى وجده مصادفة وليس بعمل. لكن لازم يبقى في عمل. بخلاف صغير لا يقدر على العمل لأن منفعته معدومة، فالجعالة معه كاستئجار أعمى للحفظ. وعلشان كده فهمت بقى إيه؟ التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين او مجهول. فهمت بقى على عمل معين او مجهول؟ على عمل معين اقول من يجد كتابي في الفقه ويقول عنوان الكتاب اللي ضاع، يبقى ده على عمل معين. من وجد صحيح البخاري طبعة الشعب الجزء الاول، لانه ده يعمل ده بقى على عمل معين اهو. لو قلت بقى من وجد كتابي الذي ضاع مني، يبقى ده على عمل مجهول، لأن الكتاب يحتمل حاجات. فهمت بقى الصور عشان تفهم بس التعليم.
يبقى العمل معين او مجهول. عمل معين في الموبايل، لو قلت لك الموبايل ماركة كذا موديل كذا ده على عمل معين. لو قلت موبايل وسكت والماركات كتير يبقى ده على عمل مجهول. من وجد سيارتي وما قلتش موديل بتاعها ولا لونها، فهمت؟ يبقى ده على عمل مجهول. لو قلت لونها والموديل بتاعها ده على عمل معين. فهمت بقى المسألة؟ على عمل معين او مجهول. لمعين او غير. لمعين يعني ايه؟ يعني اكلف واحد اقول له يا فلان لو وجدت سيارتي لك كذا، يبقى انا حددت واحد معين او غير معين. اقول للمجموعة اللي قاعدة قدامي، للمجموعة اللي قاعدة قدامي اقول لهم ايه؟ اي واحد فيكم اللي يلاقي لي حاجتي، ما حددتش معين. فهمت ازاي؟ والجعالة حكمها ايه بقى؟ جائزة. وده من ضمن الحاجات اللي هي بتختلف مع عقد الإيجار. عقد الإيجار لازمة بل يورث، مش كده برضه؟ احنا قلنا كده عقد الإيجار لا ينقطع حتى بالموت، يورث. عقد الإيجار مؤقت، فلو واحد أجر مثلا الشقة دي سنة مات بعد شهر يفضل عقد الإيجار مع الورثة بقية السنة، مش كده برضه؟ إنما الجعالة مش كده. الجعالة جائزة، يعني يعني غير لازمة. يعني انا ممكن اقول اروح اشتغل وابحث، ممكن ما ابحث، انا براحتي. فهمت ازاي؟ والجعالة غير مؤقتة، محدد المنفعة بدون وقت، وعقد الايجار مؤقت. عشان تاخد بالك الفرق، يعني عشان لما تحب تعمل جداول وتكتب عقد الايجار وعقد الجعالة ايه الفرق بينهم، هنقول ده لازم وده غير لازم. جائز المقابل للازم ايه؟ جائز. فهمتني ازاي؟ عشان كده جائز يعني يقابله لازم، يعني غيره لازم. ونقول ان عقد الايجار مؤقت والجعاله غير مؤقته. والجعاله قد تكون لمجهول ولكن الايجار لابد ان يكون لمعلوم. لان الجعاله قد تكون لمعلوم ولمجهول، تنفع الاثنين. لكن الايجار ما تنفعش الا لمعلوم. خدت بالك؟ دي كلها فروقات. وصيغة الإيجار لابد فيها من الإجابة والقبول، الجعالة فيها إجابة بدون قبول. كل دي حاجات مهمة عشان لما تيجي تتسألها، واخد بالك، في الامتحان تبقى فاهمها، وعشان كمان لما تيجي تتعامل في الدنيا تبقى برضو فاهم. عشان كده بيقول لك إيه؟ والجعالة جائزة من الطرفين، طرف الجاعل والمجعول له. يعني ايه؟ يعني ممكن ان انا التزم بيها وممكن ما التزمش بيها، لان غير ملزمه. يعني ممكن اقول ايه؟ اللي يلاقي كذا له كذا، وبعد شويه اقول خلاص يا جماعه استعوضت ربنا علي، مش عايزه، خلاص ربنا عوض علي. فهمت؟ فيقوم يلاقيه بعد انا ما استعوضت ربنا، ملوش حاجه عندي بقى. فهمت ازاي؟ خلاص. والتاني برضه يبحث عنه وبعدين يلاقي نفسه تعب يروح ملوش دعوه، يقول لك ماليش دعوه ربنا سايلها له. يعني مش علشان ابتدى يبحث معناه يجب عليه ان يبحث حتى يحصل عليه، لا، في اي وقت ممكن يقطع. يبقى ايه؟ وهي ايه هي بقى؟ الجعاله. ان يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، عوضا معلوما. شرط. ما هو الشرط العوض، ما هو الشرط والركن ساعات في الفقهاء يعتبروه يعني مترادفات احيانا زي هنا. ويشترط، وهي ان يشترط في رد ضالتي عوضا معلوما، كقول مطلق التصرف من رد ضالتي فله كذا، فاذا ردها استحق الرد ذلك العوض المشروط. كويس. هنتكلم بقى ايه شويه كده في العوض اللي هو الجعل. كاتب الامام البيجوري، الشيخ البيجوري كاتب يقول: وشرط فيه ما شرط في الثمن، فلا يصح ثمنا لكونه مجهولا او نجسا. فلا يصح، يعني الجعل ده ما ينفعش يبقى مجهول ولا يصح ان يكون نجسا. خد بالك، لا يصح جعله جعلا، يعني لا يصح
النجس يبقى جعل والمجهول يبقى جعل، لازم يحدده، فاهم؟ لازم يبقى جعل معلوم، لان احنا عندنا النجاسه لا قيمه لها، لا تباع ولا تشترى، مش متمول، مش كده برضو؟ ويستحق العامل اجره المثل في المجهول. افرض انه هو قال له علي ان اكافئه، ادي مجهوله ما قالش هكافئه بيه، وبعدين العامل راح اشتغل، فنشوف يستحق ايه قيمه المثل، قيمه مثل عمله يعني. يعني نعتبره لو هو قاعد يبحث يومين، اليوميه تبقى بكام؟ ونديله يوميتين، فهمت ازاي؟ طالما هو ما شرطش ايه؟ شيء معلوم من الاول، يبقى ايه قيمه المثل في المجهول والنجس المقصود. افرض هو جعل الجعاله بتاعته شيء نجس، يبقى ياخد قيمتها المثليه لكنه ما ياخدش نجاسه، فهمت؟ نقومها عند اللي بيستعملوا الخمر، نقول القيمه دي قد ايه، وياخد قيمتها ما ياخدهاش خمر. فان لم يكن مقصودا كدم فلا شيء للعامل. دي تقريبا ايه خلاصه موضوع الجعاله. والله تعالى اعلى واعلم. ندخل على المخابره بقى النهارده. اجره المثل. او كان غير متمول كنجس، او لا ينتفع به كحشرات مثلا، يبقى في الحاله دي نرجع لاجره المثل. او ككلب، قال هديله كلب، كلب عندنا عند الشافعيه كلب ملوش ثمن، فهمت ازاي؟ فيبقى في الحاله نديله اجره المثل، لان الكلب اصلا ملوش ثمن، نهى النبي عن ثمن الكلب، مش كده برضه؟ ده عند الشافعيه، لكن عند الاحناف له ثمن ان كان نافعا. عند الاحناف الكلب له ثمن ان كان نافعا، ككلب حرس او حراسه او صيد، واخد بالك ازاي؟ الجعالة ليها دليل من السنة، وليها من القرآن مستأنس، لأن إيه؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، بس ده في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا قد يكون ليس شرعا لنا، لكن يستأنس بها فقط، لكن هي جت الجعالة دليلها أصلا في من السنة، في قصة سيدنا أبي سعيد الخدري لما كان خرج النبي بعته في مصلحة معينة عشان يستطلع أخبار الأعداء اللي هم بيحيدوا في المدينة، فخرج في 30 صحابي، وكان هو قائدهم سيدنا أبي سعيد الخدري، وبعدين مروا على قوم طلبوا منهم الضيافة، وكانت الضيافة عند العرب لأنه بيمروا في صحراء قاحلة ما فيهاش كافيتريات ولا حاجة، فكان الضيافة لابد واجبة، وإلا ما أنت ممكن يموت كده يعني، لو هو مسافر في الصحراء عدة أيام وجاء عند ناس مستقرين ما ادلوش ضيافته قد يقتل، قد يموت جوعا وعطشا، فالضيافه واجبه كانت في هذا العصر يعني. فطلبوا ضيافتهم من الناس دول، طلعوا لئام، قالوا ما لكوش حاجه عندنا. فربنا سبحانه وتعالى بعت لهم عقربه قرصت لدغت زعيم الحي، فراحوا لهم قالوا لهم هل فيكم من راق؟ قالوا له نرقي، بس بشرط تجعلوا لنا قطيع من الغنم، شرطوا قطيع من الغنم، واخد بالك؟ خافوا يعملوا تطوع ودول ناس لئام، يوم ما الراجل يستفيد ما يدهمش اجره، واخد بالك؟ فشرطوا، وكان القطيع الغنم 30، وهم كان عددهم 30 يعني كل واحد ياخد غنم. فراح سيدنا ابي سعيد الخدري بقى يقرا عليه الفاتحه ويدفل عليه، فبرئ كانما نشط من عقابه، فدعه جعله، واخد بالك ازاي؟ هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ادي منفعه عايزينها، واخد بالك؟ وشرطوا اجرا، يبقى ايه؟ الجعله، يبقى في عمل وجعل، فهمت؟ فاخذوا ال 30، بعد ما خدوه قالوا بس احنا استعملنا القران، هل يجوز اننا ناخد اجر على القران؟ فقالوا مش هنقرب لا الا لما ناخد راي النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضوا الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم ما اخذتم عليه الاجر القران. حديث معروف.
واخد بالك؟ وبعدين قال واضربوا لي منها سهم، مش معناه ان هو النبي هياخد منهم، لا، يعني ده بيبين لهم انها حلال صرف 100%، مش شبهه كمان، ليس فيها شميمه الشبهه. فده الدليل من السنه. وبعدين يجي لنا بعد كده القران شرع من قبلنا، يبقى مستانس وليس هو الدليل، نستانس به كمان. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فصل في احكام المخابره. ايه هي المخابره بقى؟ في فرق بين المخابره والمزارعه. المخابره هي زراعه الارض من العامل والبذر منه على ان يكون ما يخرج من الارض ايه؟ شركه بين العامل والمالك. دي المخابره، يبقى البذر من العامل. كويس؟ طب والمزارعه زيها بس البذر من المالك. البذر على المالك. يبقى الفرق بين المزارعه والمخابره ان المخابره البذر على العامل، والمزارعه البذر على المالك. خدت بالك؟ ليها صورة عند الشافعية حرام. ليها صورة عند الشافعية ايه؟ حرام. وليها صورة عند الشافعية جائزة. الصورة اللي هي عند الشافعية حرام ان هو يجعل له عوض للعامل من بقعة معينة وليس من عموم ما يخرج من الأرض. ففي هذه الصورة قد يخدم هذه البقعة العامل ويهمل باقي البقعة. ففي الحالة دي يؤدي إلى الخصام. فقال لك الصورة دي ما تنفعش. واضح؟ لكن لو ياخد جزء من مشاع ما يخرج لا بأس. فهمت؟ علشان يخدم الكل بمستوى واحد. فهنيجي نشوف هنا أحكام المخابرة، وهي عمل العامل في أرض المالك ببعض ما يخرج منها. الأرض اللي هي الأرض البيضاء. الأرض البيضاء اللي هي إيه؟ يعني المزروعة. بخلاف الأرض اللي فيها شجر. الأرض اللي فيها الشجر العقد بتاعها اسمه المساقات. فهمت ازاي؟ عندنا لو في شجر وهيخدم الشجر مقابل انه هياخد جزء من الثمر، يبقى ده اسمه عقد مساقاه. والشافعيه عندهم عقود المساقاه لا تكون الا على النخل والعنب بس. عند الشافعيه لا يجوز المساقاه الا على النخل والعنب فقط. كويس؟ والاحناف وقول عند ابي يوسف ومحمد بن الحسن يقول لك اي شجر مسلم. والعمل على الاحناف في الحته دي. حتى الشافعيه قال لك تيسيرا على الناس لا نقيدهم بنوع الشجر كالشافعيه. عند ابي داود مثلا الظاهري قال لك لا يجوز عقد المساقاة الا على النخل فقط ولا يقاس عليه العنب. كمان في المذهب الظاهري. الشافعيه قالوا لا، احنا نقيس العنب على النخل لان كلاهما بيتتمر، ده يتتمر وده يتذبذب، وكلاهما فيهم الزكاه. نعم. فهمت ازاي؟ وكلاهما فيهم كمان ايه؟ العرايه. النبي اجاز العرايه في العنب والنخل والتمر، مش كده؟ برضو الزبيب والتمر ياخذ ايه؟ قدره خرصا من العنب بزبيب، او من الرطب بتمر، في حدود خمسه اوسق زي ما شرحنا. فالشافعية قالوا ان طالما ان التمر اولا جنس ربوي والزبيب جنس ربوي، واخد بالك؟ والاثنين يجوز فيهم العراية، والاثنين يجوز يعني من 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 اجناس زكاة الزروع كمان. فهمت ازاي؟ يعني يجب فيهم زكاة الزروع لانهم يقتات ويدخر. فاهم؟ وبالتالي لما بسبب هذا التشابه قاسوا العنب على ايه؟ على النخل. فده عقد المساقاة. لكن احنا هنا بنتكلم بقى في المخابره والمزارعه على الارض الايه؟ البيضاء. يسموها بيضاء يعني ما فيهاش شجر. فهمت؟ فبيقول المخابره وهي عمل العامل في ارض المالك ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل. إذا دفع شخص إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز. شفت بقى؟ هذه الصورة التي لا تجوز.
شرط له جزءا معلوما من ريعها. قال له شوف انت هتزرع الفدان ده وهتاخد اللي هيطلع على حواف المساق. فهمت ازاي؟ يبقى ما ينفعش. او يقول له انت هتاخد ايه اللي هيطلع من القيراطين دول وانا هاخد الباقي، برضو ما ينفعش. فهمت؟ الصورة دي لا تصل. ليه؟ لان تؤدي الى النزاع. اي صورة تؤدي للنزاع وفيها نوع من الغرر يبقى الشرع ينهى عنها على طول. ذلك لم يجوز ذلك. لكن النووي طبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة وكذا المزارعة. على فكرة اختيار الامام النووي للنوع الثاني اللي هو ان يكون بجزء مما يخرج من ايه، من مجموعة. لكن الامام النووي ما خالفش في الحتة الاولانية. في بعض الناس فهمت الامام النووي غلط، بما فيهم حتى ابن قاسم الغزي. قال لك ده الامام النووي لا جازها واختيار الجواز. لا، ده اختار الجواز في صورة اخرى. فهمت ازاي؟ ان يكون من ايه، من عموم ما يخرج منه، جزء معلوم من عموم ما يخرج منه. يعني يقول له ليك النص من كل اللي يخرج، ليك الثلث من كل اللي يخرج، ليك الربع من كل اللي يخرج. دي صورة جائزة اللي اجازها الامام النووي. لكن الصورة التي لم تجز هي برضو لا تجوز عند الامام النووي، ان يعطيه مثلا النصف مما يخرج من بقعة معينة فيها. هنا دي الصورة دي التي لا تجوز. فخد بالك من الحتة دي، لان ايه، ساعات الفقهاء ما يفهموش بعض، فينسبوا للفقهاء الايه لبعضهم البعض ما لم يقله. ودي الصورة الموجودة في الفلاحين، دي الصورة اللي موجودة في الفلاحين حاليا، انه بياخد من عموم ما يخرج منه. لكن الصورة الأولانية كانت موجودة في تعامل الأنصار في الأرض أيام ما راح النبي المدينة، ووجد إن في نزاع بيتم كتير بين الناس بسبب هذه الصور، فالنبي إيه؟ نهى عن هذه الصور. وإحنا شرحنا الكلام ده في صحيح مسلم شرح النووي إيه صباحا كتير، يعني ورينا الصور. لكن النووي طبعا لابن المنذر اختار جواز المخابرة وكذا المزارعة. خد بالك بقى إن اللي أجازها الإمام النووي غير اللي حرمها في الصورة اللي فاتت، خد بالك. وهي عمل العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها مشاعا. خدت بالك؟ ببعض ما يخرج منها من المشاع. والبذر من المالك وإن أكراه. آه طبعا، والبذر من المالك في المزارعة، والبذر من العامل في المخابرة. وإن أكراه شخص إياها، أكراه يعني أجرها، أكراه يعني أجر له، كويس. وإن أكراه أي شخص إياها، أي أرضا بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما على ذمته، جاز. اللي احنا زي ما بنقول دلوقتي بيأجر الفدان بألف جنيه أو ألفين جنيه، واخد بالك؟ مش بياخد، مش بطعام ولا بما يخرج منها، ملوش دعوة هيزرع ايه. فهمت؟ زي المعمول بيه الآن، فيبقى جاهز. أو شرط له طعاما معلوما في ذمته، جاز. يعني يقول له ازرع الأرض دي وليك عندي أردب قمح، هيجوز برضه. فاهم؟ أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل فساقاه، يبقى العقد يسمى مساقاه عشان نخل. فهمت ازاي؟ فساقاه. والمساقاه اللي هي إيه؟ إن يقوم بري النخل وبتأبيره وبقطع ثماره وخدمته، كويس. أما لو دفع لشخص أرضا فيها نخل كثير أو قليل فساقاه عليه وزارعه على الأرض اللي هي بين النخل، بيبقى في أرض قابلة للزراعة، فيبقى هنا المزارعة داخلة مع المساقاة. فهم؟ فلو المزارعة دخلت مع المساقاة حلت. فهمتني ازاي؟ على القول ان ايه، لان في مذهب الامام الشافعي ان المزارعه مطلقا حرام، خد بالك، او مكروهه كراهه التنزيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كانت عنده ارض فليزرعها او ليزرعها غيره او يدعها، قايل كده في صحيح مسلم حديث. فاهم؟ فقالوا كده، يبقى ده معناه ان المزارعه مطلقا حرام على مقابل، وهي تكون من باب المواساه. فهمتني ازاي؟ وعشان كده قالوا التحريم هنا، النهي هنا نهي تنزيه. بس
ونهي كراهة وليس نهي تحريم، إلا أن تكون داخلة في عقد المساقاة فتحل وتنتفي الكراهة. فهمت ده؟ إلا أن تدخل في عقد المساقاة فهنا تحل، زي ما النبي عامل أهل خيبر. فهمت ازاي؟ على ان هم يساقوا النخل ويزرعوا ما بين النخل، والنبي له شطر ما يخرج من من المزارعه وما يخرج من النخل. اما لو دفع لشخص ارضا فيها نخل كثير او قليل فساقاه عليه وزارعه على الارض فتجوز هذه المزارعه تبعا للمساقاه كما فعل النبي في خيبر. لكن بقى الاحناف مريحنا جزاهم الله عنا خير. الاحناف قال لك يجوز عقد المساقاه مع المزارعة ومع المخابرة مجتمعين أو منفردين. فهمت ازاي؟ ويريحونا. والعمل على فعل ايه؟ على الأحناف. العمل في الواقع تيسيرا على الناس على مذهب الأحناف. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على أحكام أحياء الموات إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد القادم. في أي أسئلة؟ ما عندناش الشافعية ما عندهمش كراهية التحريم. كراهية التحريم دي عند الأحناف، لكن عند الشافعية الكراهة تكون للتنزيه. أما إذا كان حرام ما فيش حاجة اسمها كراهية التحريم، يبقى اسمه حرام. فهمت إزاي؟ أو مكروه، والمكروه عند الشافعية يطلق على كراهة التنزيه. يعني المكروه دي كراهة التنزيه عند الشافعية، ما عندهمش حاجة اسمها كراهية التحريم. الأحناف عندهم في حرام وفي كراهة التحريم، مكروه تحريما. الحرام هو الذي ثبت دليله قطعي، يبقى ايه؟ الحرام يحتاج دليل قطعي. طب وكراهة التحريم دليلها ظني، فاذا كان دليل ظني يبقى كراهة التحريم. احنا معانا احناف كده مش كده برضو؟ والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.